قليلي عم تتوجعي من هون؟ شوي. طيب وهيك؟ وإذا عملت هيك؟ ماشي ماشي، ما رح ضايقك أكثر، ارتاحي. وأنا رح صير دكتورة، نجحت وطلع لي طب، بعتولي الورقة من اسطنبول. حكولي، بعرف هالشي، بس بظن أبوكي رافض فكرة دراستك. اسمعي، مبين عليكي بنت شطورة، هلأ رح أعطيكي تقرير طبي، إذا قدمتيه للشرطة بيحاسبوه لأبوكي لحتى ما يرجع يعيدها كمان. ما بعرف، ما فيني ساوي هيك، يعني شلون بدي أعملها؟ هذا بضل أبي. بس لو ما لحقوكي كان رح يقتلك على الخالص. اسمعي، رح تضلي هون لبكرة الصبح، فكري منيح. مو حابة أشوفك هيك مرة تانية. حتى ولو ما اشتكيتي على أبوكي رح يضل عنا يومين، وهالمدة منيحة لتفكري. وفي شغلة، كل يوم في باص الساعة 2 بيروح على اسطنبول، فيكي تطلعي بهالباص وتروحي لهنيك. إذا قررتي تروحي اتصلي فيني، ماشي؟